وبالعودة إلى أسعار الذهب وللحديث أكثر عن تقلبات أسعار الذهب العالمية، معنا رائد الخضر رئيس قسم الدراسات والأبحاث في شركة تداولات عالمية. أهلا بك أستاذ رائد. أريد أن أبدأ معك بأسباب تذبذب وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق الذهب عالميا وارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات. بالتأكيد طبعا الذهب تمكن من الارتفاع لأعلى مستوياته، ويتجاوز اليوم مستويات $1,500 للأونصة، بنتيجة أنه في عنا آثار الحرب التجارية الواضحة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. طبعا هذا سبب نوع من نزوح نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأس هذه الملاذات يعتبر الذهب. بالتالي كان في عنا انخفاض واضح بأسواق الأسهم حول العالم، وعلى رأسها الأسواق الأمريكية والأسواق الصينية، نتيجة عدم التوصل لأي اتفاق في المفاوضات الأخيرة للمفاوضات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ترامب كان قد فرض رسوم إضافية على سلع صينية مع مطلع شهر سبتمبر، هذا نوعا ما أثر على المود المستثمرين وتوجهوا نحو الذهب كملاذ آمن. وتمكن الذهب خلال فترة وجيزة من إضافة حوالي $100 على الأونصة بما لا يتجاوز عن أسبوع واحد فقط، ليحقق بذلك أعلى مستوياته في أكثر من 6 سنوات. ولكن هل كان أيضا لخفض أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأمريكي أيضا تأثير على سوق الذهب؟ حقيقة يعني خفض أسعار الفائدة إلى حد ما جاء مخيبا للآمال، لأنه الخفض كان فقط ب 25 نقطة أساس، في حين الأسواق كانت تسعر إمكانية أن يكون هناك خفض أكبر بحوالي 50 نقطة أساس، أو أن يكون هناك حديث عن خطة ممنهجة من الفيدرال الأمريكي لتقليص أكبر بأسعار الفائدة. ولكن جيروم باول رئيس الفيدرال الأمريكي أبقى على هذه الآمال ضعيفة نوعا ما، حيث تحدث عن أن عملية خفض أسعار الفائدة هي عملية مؤقتة، وهذا ما نوعا ما كان مضادا لتصريحات ترامب السابقة وطلباته. ولكن خفض الفائدة أيضا خفض طبعا نتيجة لفصل السيادات. نعم، لكن خفض الفائدة أيضا يعني خفضت من جاذبية الدولار، وجعلت أيضا الناس يتوجهون للاستثمار في الذهب. بالتأكيد طبعا هذا الأمر، الخفض الذي تم خلال الفترة الماضية أو خلال هذا الشهر الماضي، كان خفض نوعا ما متوقع، وكان قد تم تسعيره في الأسواق مسبقا، وسبب ارتفاعات الذهب بحوالي $60 للأونصة. حقيقة ما أجج الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب هي آثار الحرب التجارية والرسوم والتطورات الجديدة كانت بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، وإلى متى ستستمر حالة عدم الاستقرار والتذبذب في أسعار الذهب؟ طبعا طالما هناك حالة عدم يقين فيما يتعلق بآفاق النمو للاقتصاد العالمي، وعلى رأسها أكبر اقتصادين بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واستمرار هذا الجدل، بالتالي الذهب هو المستفيد الأكبر، عدا عن أنه يمثل حاليا غير أنه ملاذ آمن. نكاد نرى أن هناك نوع من الاستثمار والمراهنة الحقيقية على أن أسعار الذهب ستتمكن من الارتفاع بشكل أكبر، مع اقترابنا نوعا ما من ركود اقتصادي عالمي، ما لم يتوجه الاقتصاد العالمي نحو تيسير في السياسة النقدية بشكل أكبر وتقليصات أكبر في أسعار الفائدة وتسهيل، خلينا نقول، السياسات النقدية، بالتالي تحقيق النمو بشكل مضطرد عالميا. هذا لا يحدث حاليا بالشكل المطلوب أو الشكل الكافي، وبالتالي يغتنم الفرصة الذهب وقد يتجاوز مستويات $1,600 للأونصة خلال تعاملات هذا العام إذا ما استمر الوضع. نعم، ولكن يعني مع كل هذا الحديث، يعني كيف هي حالة الطلب على الذهب في هذه الأيام عالميا؟ حقيقة نحن لاحظنا أن هناك طلب من الناحية يعني على أسعار الذهب مؤخرا بشكل مضطرد، مع المتغيرات السياسية والتوترات الجيوسياسية نوعا ما هناك توافقية كبيرة مع التغيرات في أسعار الذهب. بالتالي يعني خلينا نقول مع الفترة القادمة ممكن أن يكون هناك تركيز أكبر على أن يكون توجه أسعار الذهب بنطاقات أوسع، أي الحركات التي يتحرك فيها الذهب من هنا حتى مطلع العام ممكن تكون نطاق. رائد الخضر رئيس قسم الدراسات والأبحاث في شركة تداولات عالمية، شكرا جزيلا لك.